بث مباشر مباراة الزمالك وغزل المحلة. المباراة طبعا هتكون الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة، ولو عايز تشاهد المباراة لازم تكون مشترك في القناة طبعا، والرابط هتلاقوه تحت في التعليقات. لازم تكون مشترك طبعا في القناة عشان تشاهد المباراة طبعا. توقعاتك طبعا للمباراة، فوز الزمالك، فوز المحلة، ولا التعادل؟ تعالوا مع بعض نشوف تشكيلة نادي الزمالك هتكون ايه النهاردة. ما تنسوش تشتركوا في القناة زي ما قلت لكم، تعمل لايك للفيديو، واشوفكم على خير.